تطمن وحاولنا هو يحضر وصلاة ترسال احضر وحاولنا هو يحضر وصلاة ترسال احضر وما عليك تستمر الغاز اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول اخر مستجدات ثورة تشرين واخر المستجدات على الساحة العراقية عبر الارقام الظاهرة اسفل الشاشة، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. اليوم استشهد متظاهر عراقي واصيب اخرون وسط العاصمة العراقية بغداد بنيران القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات قليلة من تجدد التظاهرات قرب ساحة الخلاني ونفق السعدون، حيث جدد فيها المتظاهرون رفضهم لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار مشاورات عدة كتل سياسية في البلاد حيال أزمة تشكيل الحكومة التي من المقرر أن يعقد لها البرلمان يوم غد السبت جلسة جديدة للتصويت على منحها الثقة بعد أن تعثرت في جلسة أول أمس بسبب خلافات انتهت بمقاطعة عدة كتل لجلسة البرلمان، ما أدى إلى اختلال النصاب القانوني للجلسة وبالتالي إلغائها. ويواصل ثوار تشرين في بغداد والمحافظات تظاهراتهم لإسقاط العملية السياسية والأحزاب الفاسدة، حيث أعلن ناشطون في التظاهرات إكمال استعداداتهم للتحشيد لتظاهرات مليونية في بغداد يوم الأحد المقبل، فيما دعت اللجنة المنظمة للتظاهرات إلى الاستعداد لاقتحام المنطقة الخضراء. هذا وواصل المتظاهرون في مختلف محافظات الوسط والجنوب اعتصاماتهم الداعمة للثورة والمطالبة بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. في المقابل استمرت القوات الحكومية وميليشياتها باستهداف المتظاهرين بشتى الأساليب القمعية والإجرامية التي لم تزد المتظاهرين إلا عزما وإصرارا على الاستمرار في الثورة. طبعا كذلك اليوم في ساحة الخلاني أصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق في هجوم جديد شنته القوات الحكومية والميليشيات على ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، استخدمت فيها قنابل الغاز الممنوعة دوليا. في المقابل أكد المتظاهرون في ساحة الاعتصام أو في ساحات الاعتصام عزمهم على الاستمرار في استمرار ثورة تشرين حتى تحقيق جميع مطالبها رغم أساليب القمع الحكومي والميليشياوي المتبعة ضدهم، كما جددوا رفضهم جميع مرشحي الأحزاب الفاسدة والتشكيلة الحكومية المزمع الإعلان عنها. طبعا أعلن ناشطون في التظاهرات إكمال استعداداتهم كما أشرنا في البداية لتظاهرات مليونية في بغداد يوم الأحد الأول من آذار المقبل، وذلك بالتزامن مع دخول ثورة تشرين شهرها السادس. الناشطون قالوا بأن المتظاهرين من مختلف المحافظات سيتوجهون إلى بغداد للتظاهر في محيط المنطقة الخضراء رفضا لمرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي وحكومته للمطالبة بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة وإنهاء حكم هذه الأحزاب. إلى ذلك أغلقت القوات الحكومية الشوارع الفرعية القريبة من ساحة الخلاني في بغداد بالكتل الكونكريتية، وكشف مصدر أمني بأن القوات الحكومية نصبت ساترا جديدا باتجاه نفق التحرير قرب ساحة الخلاني تحسبا من تدفق المتظاهرين. بيان للجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين جاء فيه بأن المتظاهرين بحاجة إلى توحيد الكلمة ورص الصفوف لإسقاط العملية السياسية التي طال انتظار أفولها، وأكدت قرب موعد اقتحام المنطقة الخضراء بشكل سلمي. وأوصت اللجنة المتظاهرين في بغداد بعدم العبور من جسر الجمهورية حفاظا على سلامة المتظاهرين المعتصمين في ساحة التحرير واعتماد جسور السنك والأحرار والشهداء والجسر المعلق بجانب شباب الكرخ الثائر
للعبور باتجاه المنطقة الخضراء، واقترحت اللجنة عبور ضفتي نهر دجلة باستخدام القوارب المطاطية الصغيرة المتوفرة في الأسواق، وطالبت بتشكيل فوج من المتظاهرين لإزاحة الكتل الخرسانية باستخدام السلاسل وأدوات إزاحة الصبات، كما أوصت اللجنة المتظاهرين بعدم التعرض أو التصادم مع القوات الأمنية والتركيز على المسير بطريقة سلمية ودخول المنطقة الخضراء بسلاسل بشرية متراصة، ونوهت إلى أن موعد دخول المنطقة الخضراء سيحدد لاحقاً بالتشاور مع الناشطين والتنسيقيات في جميع المحافظات الثائرة. معنا اتصال أبو مروان من بغداد. تفضل أبو مروان. مساء الخير. مساء النور. تفضل. احنا بصراحة نعم، يعني أنا أحكي المطلوب مني أحكي على ما يمر المربيل البلد يعني أو المظاهرات. تفضل أبو مروان. خلنا أسمعك حبيبي. إحنا هذه الشعب العراقي انظلم من خلال هذه الكتلة السياسية، هي لم تكن سياسية وإما كتلة متشعبة ظالمة وقعت على الشعب العراقي وظلمته بكل شيء. إحنا كنا نتصور أنه ما اجوا به يكونون افضل من زمن صدام، ولكن للاسف احنا بهذلوا البلد، بهذلوا المجتمع، دمروا البنيه التحتيه. يعني هاي الطائفيه اللي دمرتنا واللي راحت هواي شهداء بسبب الطائفيه. احنا ضد الطائفيه، احنا نريد من يحكمنا يحكمنا وطني مهما من اي مكان يكون، من سنجار، من الموصل، من البصرة. نريد إنسان وطني، وطني هدفه وطني الشعب العراقي، يعني الوطن العراقي. نريد يكون نزيه، نريد يكون وطني، نريد يكون كفو بشهادة. احنا نعرف هسه حاليا هذه السياسيين اغلبهم كلهم شهادات زور، وهي هاي طامة الكبرى اللي وقع بها الشعب العراقي. نحن مع المتظاهرين، مع وحدة البلاد، مع إزالة الطائفية، مع الوطني. نعم تسمعني؟ أسمعك أبو مروان. فإحنا للأسف هاي الشباب دا تروح، يعني يقول لك الآن يوصمون كورونا وكورونا، مو إحنا اليوم صار لنا أكثر من 4 أشهر يضربوننا ويقتلون هالناس. هم كورونا تقتل البشر، وهنا هم يعني هذه العصا الجسمة أذن هاي الفصائل، هاي الفصائل مو تقتل بالبشر. شنو فرقها عن كورونا؟ لكنه إحنا ندعم المتظاهرين، ونريدهم إيد واحدة، ونريدهم هدف واحد هو إزالة هاي الطبقة السياسية اللي فتكت بالبلد وفتكت خيرات البلد ونهبت البلد ودمرت كل شيء بالبلد. نعم. أمنا من الله ومن الخيرين ومن الطيبين أن تتكاتف الوطنيون العراقيون. وهذه طبعا هاي الشباب وهاي الظهر هي نواة لوحدة البلد وخلاص البلد من هالطغمة التابعة والذيول وغيرهم. نعم أنا أشكرك أبو مروان من بغداد. كان معنا أم فاطمة من كربلاء. تفضل يا أم فاطمة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ كيف صحتك؟ أهلا وسهلا بيك. يا أهلا بيك أستاذ عمر. طبعا إحنا بالنسبة لنا أولا وآخرا، ويعني نقول من النهاية مرفوض محمد توفيق علاوي، لأنه ما أدري شلون أحس بشكله مرعب، ما مرغوب يعني، استغفر الله ما أدري شو أقدر أقول شو أقول. وأريد من الله والحسين وأهل البيت ينصرون أولادنا إن شاء الله النصر الأخير والأبدي، إن شاء الله تنجح هاي الحكومة الفاسدة من عندنا وبعد ما نشوفها إن شاء الله يا الله. وإن شاء الله هذا المرض هم يوقعون به، وإن شاء الله هم يصير وباء بيهم، والله يكفينا شرهم بحق الحسين. يا أستاذ عمر لعبانا نفسنا من هاي الحكومة.
والله العظيم اريد من الله ينصر اولادنا ان شاء الله بجاه الحسين ينفح عليهم. وبعد ما اقدر شنو اقول، وان شاء الله مرفوض محمد توفيق على الله، وما نريده ما نريده ما نريده، والله يكفينا شر وشر الزابع عليه. وانا اشكرك جزيلا. شكرا ام فاطمه من كربلاء كانت معنا. طبعا احنا شفنا في بدايه الحلقه يعني نعرض في النصف الثاني من الشاشه كيف بانه احد عناصر القوات الحكوميه وهو يهدد بذبح المتظاهرين المحتشدين بالقرب من ساحه الخلاني وسط بغداد، وراح نعرضها مره ثانيه في اثناء حديثنا. مثل الان نشوف هذه الصوره كيف بانه هذا العنصر الامني يهدد المتظاهرين بالذبح كما يشير بايده. هذا المقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ولاقى غضبا وتفاعلا من قبل الناشطين العراقيين. تهديد واضح، يقولهم انتظروني راح اذبحكم كلكم، يقولهم كلكم راح اذبحكم. نروح الى محافظة كربلاء حيث خرج سكان محافظة كربلاء في تظاهرات حاشدة دعما لمتظاهري ثورة تشرين وتأييدا لمطالبها بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. ردد المتظاهرون شعارات تؤكد استمرارهم بالتظاهر السلمي رغم عمليات القتل والقمع التي تنفذها القوات الحكومية وميليشيات الأحزاب التابعة لها بهدف إجهاض ثورة تشرين. نروح إلى البصرة حيث نظم أهالي محافظة البصرة تظاهرات حاشدة في ساحة الاعتصام وسط المدينة دعما لثورة تشرين، وجدد متظاهرو البصرة رفضهم جميع مرشحي الأحزاب الذين قدمتهم الكتل السياسية لحكومة محمد توفيق علاوي، ونددوا بالسياسات الحكومية القمعية ضد المتظاهرين، وأكدوا في الوقت نفسه على المضي في الثورة قدما حتى تحقيق أهدافها وإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة في البلاد. في ذي قار انضم أهالي قضاء الشطرة والفهود إلى ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار ضد العملية السياسية، واستنكر المتظاهرون عمليات القتل والخطف الذي تقوم به الميليشيات ضد المتظاهرين، وأكدوا استمرارهم في الثورة حتى تحقيق أهدافها والمتمثلة بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة ورحيل جميع هذه الأحزاب وتخليص العراق من التبعية الإيرانية. في محافظة القادسية تظاهر سكان مدينة الديوانية ضد تكليف محمد توفيق علاوي اليوم الجمعة برئاسة الحكومة، وطالب المتظاهرون بإسقاط العملية السياسية وإزاحة الأحزاب الفاسدة ومحاكمة الفاسدين وكذلك الميليشيات والقوات الحكومية التي ارتكبت جرائم ضد المتظاهرين بهدف إخماد ثورة تشرين. في السماوة شهدت مدينة السماوة في محافظة المثنى تظاهرات حاشدة جابت شوارع المدينة وطالبت بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. أكد المتظاهرون دعمهم لثورة تشرين واستمرارهم في التظاهر والعصيان المدني حتى تحقيق المطالب المتمثلة ببناء نظام وطني خالي من الفساد والتبعية للخارج. طبعا احنا مثل ما نشوف، احنا مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة اليوم ثورة تشرين بعد لها يوم وتدخل شهرها السادس، راح تكمل 5 أشهر وتدخل شهرها السادس، وعلى الرغم من كل هذه العمليات، عمليات القتل وعمليات القمع التي تشنها القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين، إلا أن الشارع المنتفض ما زال يصر على استمرار الثورة حتى تحقيق المطالب. بدأ المتظاهرون في العديد من المحافظات بالتحشيد كما أشرنا لتظاهرة مليونية أمام المنطقة الخضراء في بغداد يوم الأحد المقبل. معنا اتصال أبو يونس من بغداد، تفضل أبو يونس. شلونك عين؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. الله يسلمك. أشوف. الله يخليك. والله على احنا المهجرين برا بتشول، وش اسمه هذه الحكومه وما من وراها نتيجه استاذنا العزيز. نعم بس نصل التلفزيون عليكم. ابو يونس نصل التلفزيون فدوه. ان شاء الله تمام. نعم والله اي والله
هاي حكومه ما من وراها نتيجه، وما تصير حكومه يا اخي، احنا مشربين حكومه اي حكومه هي؟ حكومه ما بيدها حل، الحكومه كلها بيد ايران. حياتنا احنا صارت بيد ايران. نعم. ابو يونس صار لكم كم سنه مهجرين؟ والله احنا من 2014 مهجرين ولحد الان مهجرين. نعم. وماكو احد يرجعنا، احنا ما نرجع الا بيد هذا العامري. يعني حياتنا مرتبطه وعودتنا بيد هذا العامري، وهذا العامري ما يقبل احنا نرجع، المناقب السنيه ما يخليها ترجع. الا الشخص اللي كان يخضع له. من يا منطقة أبو يونس؟ أنا من المقدادية. نعم. كم من أبو يونس؟ صار لنا تقريبا 5 سنوات احنا بتشول. بيوتنا فلشوها، البارحة أنا متصلت عليك وحكيت لك نفس الموضوع. نعم. إي نفس الموضوع. وروح اسال مخيمات تدري بخانقين بكلار بسليمانيه المهجرين هاي المنطقه 40 منطقه يعني ما حد راجع من عدد كم بيت بس الخاضع للحكومه. وهاي الحكومه ما من وراها اي نتيجه ما وراها. اي نتيجه ما من وراها ولا حكومه هذول بالمنطقه السوداء وليس الخضراء. الله يعينكم. امين يعيننا ويعين امه محمد والله يساعد هذول المتظاهرين والله العظيم هذول المتظاهرين انا هنا ببغداد اشوفهم خطيه يقتلون بهم عمي ماكو يا حكومه ماكو عمل كل ما تحكي كل ما تقول بيد الميليشيات حكومه كلها ميليشيات ويه ايرانيه وحاطين قاسم سليماني وصورته بالشارع والعالم تبوس بيه وتمسح بيه وتمسح بيه إن شاء الله ترجعون إلى مدنكم وبيوتكم إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى. أنا أشكرك أبو يونس من بغداد. علي من هولندا تفضل. علي لك أخي العزيز تفضل. تحية للمستمعين ولكافة المتظاهرين وللعراقيين. حياك الله. يجب أخي العزيز أن نرسم استراتيجية الأنسب لمكافحة الإرهاب والفساد الذي يحدث الآن في الساحة. رجوع إلى العقل طبعا، الخط الرسالي إلى الضمير هذا واحد. ثانيا تعديل الآلية البشرية ذات المناهج البيروقراطية وإعطاء خطوات سريعة لوضع كوادر عراقية أصيلة حتى تملأ الفراغ السائب الذي أوجده هؤلاء المفسدين والقتل الذين هم يتشدقون بهذه الكلمات والهتافات الذين هم يقولون كذا كذا من الشيعة والسنة. هؤلاء ليسوا من الشيعة والسنة أبدا إطلاقا الذين هم يقتلون الناس والشباب في هذه الشوارع وفي الساحات. اسمعني زين خل أقول لك بصراحة لا تزعل من عندي. الذي يتهم هؤلاء ويتهم الدين هذا خارج عن القانون، أما أولئك الذين يطالبون بحقوقهم هم الذين سيصلون إلى الهدف المنشود الذي يرسمونه بدمائهم وصرخاتهم وكلماتهم المدولة تهز كل أركان الفساد والذين هم يتصورونهم هم القادة الذين موجودين في الساحة وعلى مستويات عالية بالنسبة للحكم. أخلاق الإرهاب هذا إرهاب تعددت بها القوائم. أقول إن معاك هذا السؤال الذي له مهم عندما تسألني لماذا أنا لا أتكلم، لماذا لا أقف مع الذي يقول الحقيقة، لماذا لا أقف مع الذين يناشدون حقوقهم. يا أخي لماذا؟ هل كانت مثل هذه الأعمال قبل هذا الوقت؟ هل كان وأقول لذلك هذا إرهاب يركبون به الناس في سبيل إما الصمت وإما يجيبون حكومة وإما يأتون ببرنامج آخر. أليس أياد اياد موفق اسمه هذا اياد العلاوي الجديد هذا محمد كان مع اليس كان معهم بهذا الوقت معهم يعني يرتع وهذا اليس كان وزيرا في ذلك الوقت. نفس النسخه هذه هم يردون يمرروها عليك وعلي وعلى المتظاهرين.
حتى يبقون في هذه الحكم. لاحظوا شيء حدث، ماذا حدث في البر في اليوم او البارحه، حدثت في البرلمان جماعه قاعدين اللي يدعون نفسهم من جماعه شو يسموها جماعه السيد المقتدى وجماعه الكذا كذا، اذا عندكم شو اسمه تفضل اطلع على الشارع. نعم القبعات الزرق تقصد؟ ها؟ القبعات الزرق؟ يا قبعة الزرق شالوها، لكن نعم. ما يعبر على المتظاهرين، ما يعبر علينا احنا. فلذلك يطلع لو كان هم صدق يعني يريدون ان يحققون اهدافهم داخل البرلمان وغيرها، يطلعون مع الجماهير يا اخي. من الذي يمنعهم؟ لكن هم يعرفون بان هناك من يقف امامهم امثال وامثال. اقول له انت متهم بانك تريد فقط لنفسك، ولا تريد لشعبك، ولا تريد لوطنك. لاحظوا شلون؟ أنا أو أنا أعرفهم كلهم أخي العزيز، أنت مو لبالك أنا تكلمت منا منا. أنا أعرفهم كلهم إن كانوا في هولندا كلهم، هو هذا المالكي وربع هؤلاء الذي سيسمعون صوتي. أعرفهم واحد واحد، وصدقني برب الكعبة ستخسرون وسوف يكونون نصيبكم الخسران، وسوف تنالون ما عملتموه في اجل شعبنا واجل امتنا، ووصلتوا العراق الى هذا الدرك الاسفل. هؤلاء الذين يصرخون باصواتهم بتعتقد بانهم يهزون حتى اركان امريكا، لكن امريكا تسكن عليهم وتتكلم معهم بهدوء وتقول لهم اثبتوا صمتوا قوموا لا تتكلمون كذا كذا، لان هذه الصرخات سوف تهزمكم. سوف تتصور عود السفاره الامريكيه لم تتدخل في تلبيه هؤلاء الذين موجودين في الحكم؟ لا حبيبي صابرهم، وانت ما تدري يا اخي الطاولات الموجوده اللي جالسين وراها اصحاب الوجوه الزرقاء عيون الزرقاء، ها امامهم الميكروفونات واللابتوبات ويصلون ويسمعون كل كلمه يقولها من المتظاهرين. نعم علي، أنا أشكرك. علي من هولندا كان معنا. علي من العمارة، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عمار شلونك؟ حياك الله يا أهلا بك. شكرا على قناة الرافدين البطلة. الله يسلمك ويخليك. إحنا نستنكر القتل المظاهرين. نعم. نستنكر ما شفنا حكومة من 2003 لحد اليوم ما شفنا شيء. ما شفنا أي شيء معكم. ألو. وياك علي، استمر. ما شفنا شيء معكم من 2003 من 2020، ما شفنا لا شارع لا هات. واصل يقتلون بالوادي، قلتوا ما طلعنا شفنا رئيس وزراء، طلع وزير داخلية خارجية، شاب يسكر القتيل هاي. ما شفنا شيء معتم، ما شفنا اي شيء. تعال شوف الشوارع، تعال شوف الصحه، شوفوا هاي وين الصحه وين هاي. ما شفنا اي شيء. الو. نعم علي وياك. ما شفنا اي شيء. شطنا بالله هاي الحكومه صار كل محاصصه، يعني مال محمد توفيق علاوي كل محاصصه وزاره، واحنا راضين على الحكومه والله. نعم انا اشكرك علي من عندك شيء نوب علي الضيفه؟ الله انا عدم ان شاء الله بهاي الصوره تنجح ان شاء الله. ان شاء الله عدم انا بهاي الصوره تنجح ان شاء الله. ان شاء الله. أنا أشكرك علي من العمارة كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. ما باقي شيء، ما باقي شيء، والوطن إن الردة حضرين لكم كل العدد والعدة، وترشية خلوها بإذنكم يا ذيول، وأجر نحط كل من الطينة بخدة. ثورتنا ثورة وعي وبصمة تاريخ، واللي يحط راسه بنصمة لا يتحدى. موضوعكم
موضوعكم خلص وما باقي شيء وكلش ضروري نخلي حد ونسد. كلش ضروري نخلي حد ونسد. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. اليوم كذلك نظمت الجالية العراقية في العاصمة البريطانية لندن تظاهرة داعمة لثورة تشرين ومطالبها، وعلى رأسها إسقاط النظام. وردد المتظاهرون من أفراد الجالية العراقية هتافات تندد بعمليات القتل الحكومية والميليشياوية ضد متظاهري ثورة تشرين، كما أدانوا تصريحات مقتدى الصدر الأخيرة التي أقر فيها بقمع وقتل المتظاهرين السلميين. معنا اتصال أحمد من الدنمارك، تفضل أحمد. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك والمشاهدين كلهم. حياك الله يا هلا بك حبيبي. قبل شوية اتصل بك أحد المشاهدين، أتصور اسمه كان أبو يونس. أبو يونس نعم، من بغداد، مهجر من البغدادية. يا أخي هذا في الموضوع جدا مؤلم، حقيقة جدا مؤلم. ممكن أنت تسمع في إسرائيل أنه يهجرون فلسطينيين، يهدمون بيوتهم، يسوون بيهم، هذا يعني إلى درجة ما واحد ممكن يفهمها. هذا صهيوني وهذا عربي وأكو بيناتهم مشكلة، لكن عراقي يهجر عراقي، هذا شيء يعني لا الله يرضى به ولا الدنيا ولا السماوات كلها ترضى به. طب عملية كلش مؤذنة مؤثرة يا أخي. حقيقة أنا ردت أحكي على شيء آخر، بس المداخلة مال الأخ أبو يونس كلش ألمتني. نعم اسمحني أريد أحكي على الفساد اللي موجود عندنا بالحكومة مالتنا. الفساد هو مشكلة كل شيء، هو ما موجود بالعالم فساد قد ما موجود عندنا بالعراق. لكن أحب أذكر هيك قصة كلش صغيرة صارت عندنا هنا بسكندنافيا. نعم. انه عندنا وزيره عندنا وزيره التعليم، تصور هذه ينطوها كوبونات من سياره تتنقل، ينطوها كوبونات تروح بنزينخانه تدرس بنزين بهالكوبونات، يعني على حساب الدوله البنزين مال التنقل. هذه المراه جرأت انه في يوم في عطله نهايه الاسبوع اخذت زوجها واولادها الاثنين، عندها ولد وبنية، وطبت بنزيخانة وفولت بالكوبون. اكتشفوها أنه هذا نوع من أنواع الفساد. ما قعدت أسبوع واحد على مكانها إلا وانطردت، فقدت وظيفتها. وهي هذه سر نجاح هاي الدول الأوروبية، أنه قدروا يقضون على الفساد. هنا لا تقدر ترشي شرطي، لا تقدر ترشي وزير، لا تقدر ترشي موظف، هو هذا سر تقدمهم. والطريقة اللي قدروا يدمرون بها بلدنا هي أنه يدخلون الفساد بها. نعم مع الأسف يعني هو هذا الشيء اللي يصير. ولا أنت عندك كل مقومات الدولة، عندك الاقتصاد وعندك الأدمغة وعندك التصنيع وعندك كل شيء. العراق قادر لأن يكون واحد من الدول المتقدمة، ليش تردون تدخلوه تنزلوه إلى جوة؟ وأكو شيء آخر، أنا مثلا أفهم أكو السوريين عندهم مثل يقول لك هذا ابن فرفور ذنبه مغفور، يعني لما يكون أنت عندك ابن وكلش مدلل عنده، ايش ما يسوي؟ تقول ما يخالف اسامحه، هذا ابني المدلل. وبنفس الشيء اللي يصير هنا ويا الايران، ايراني ده يجي شايل فيروس قاتل، فيروس كورونا قاتل، هذا مو كلام احمد ولا كلام عمر، هذا العالم كله ده يقول هذا شيء كلش خطر. الدول كلها ده تاخذ تدابير صحيه، هم لا، يقول لك هذا ما دام ايراني خليه يتفضل، هذا ذنبه مغفور ماكو مشكله. الى ان بدينا نكتشف حالات، اليوم شفنا هذه ذول المعممين الايرانيين اللي دخلوا الى كربلاء، ودوهم الى فندق، ما ادري اذا طلعت هالشيء ولا لا. نعم
يا اخي فد شيء محزن يا اخي، شيء بده يصير عندنا؟ ولذلك يجون يعتبون على ذول الثوار، هذول الثوار والله لو تنقلب الكائنات كلها ما يرجعون، ما يرجعون اذا ما يحق، اذا ما يدوسون على هذا النظام الفاشل اللي قاعد هسه يمتص دم الشعب مثل البعوض، مثل البعوض، وما يهمهم لو مو لو حتى لو يتدمر العراق، ما يهمهم، المهم انفسهم ومصالحهم. نعم. وأنا جدا متأسف على الإطالة. أنا أشكرك، أشكرك أحمد من الدنمارك، كان معنا اتصال وفاء من بغداد، فضلي وفاء. وفاء تسمعيني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع وفاء من بغداد. طبعا اليوم اتهم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتبني خطاب الكراهية والعنف ضد الشعب العراقي وتورطه بجرائم القتل والاقتطاف التي طالت المئات من المتظاهرين السلميين. قال المركز بأن الصدر وخلال لقائه على إحدى القنوات الفضائية وجه دعوات إلى تجديد العنف والتحريض ضد المتظاهرين، فضلا عن تبني الهجمات المسلحة التي شهدها البلاد عام 2006 وقتل المتظاهرين وخطفهم والانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها ميليشيات التيار الصدري مؤخرا. وأشار المركز إلى أن الصدر وصف ما فعلته عناصر ميليشيا السرايا القبعات الزرق بأنه جرت إذن للمتظاهرين الذين تعرض العديد منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية لجرائم القتل والخطف والاعتقال. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة، السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك، حياك الله. أولا نحييك ونحيي ثورتنا المجيدة، ثورة العرب، ثورة النخوة، ثورة الفزعة الشريفة. نحييكم بتحية العزة والشرف والكفاح والصمود والإخوة والإباء والعزة والشرف لحضراتكم. حياك الله. الله يكرمك. الله يسلمك. واسمعنا سيدي، أطلب بس من حضراتكم يعني نهدي بس تهنئة بالمناسبة ثورتنا المجيدة إلى فنان كبير يعني يجب تكريمه، تكريم كبير جدا، الفنان لطفي بوشناق اللي غنى للعراق على مدار 17 سنة لم يتم تكريمه حتى الآن، فأنا أهدي له تحية العزة والشرف إلى فنان العروبة، وألقبك بأن أنت فنان العرب العروبي الأصلي، عقلك ومخك عراقي ونعلم، وأنا أشكرك على وطنيتك. أما سيدي بالنسبة لعصابة الاستعمار الجبان المتمثلة في عصابة الأحزاب سيئين الصيت والسمعة في كل مكان على وجه الأرض، يا سيدي العالم كله بتاريخهم الآن، يا سيدي هي دي حقيقة الوضع، لا لهم شرعية ولا لهم وجود أصلا، دي مجرد نظام عصابة سطو مسلح، شبكة عصابات دولية إيرانية أمريكية صهيونية ماسونية، بلا دين بلا وطن بلا عقل بلا منطق بلا إنسانية، واضح وضوح الشمس للعالم، يعني لدرجة إن الإنسان البسيط يعني هذا الوضع يا سيدي، ما لهمش أي شرعية. واحنا عارفين ان يعني في دعوات كبيره جدا بتقول لك نطالب بالقبض عليهم فعلا على حق الثوره، يعني الثوره تسمع للرؤيه يعني رؤيتها رؤيه عقول الوطنيين في الوطن العربي كله، ده هذا يعني بالوضع بالضبط رؤيه الثوره، ولذلك كل شعارات وكل كلمه تقولها الثوره متطابقه تماما مع الكفاح الوطني العروبي الاصيل اللي هو بيحترم الاديان وبيحترم وعاوز يعيش في السلام. فسيدي نرى قريبا بإذن الله تعالى أن يتم كماش عليهم ويتم القبض عليهم، ونطالبهم لآخر مرة، نطالبكم يا عصابة الاحتلال لآخر مرة اعلنوا استسلامكم، الجريمة لا تفيد اللي يتصدى لثورة شعب وثورة وطن غبي غبي، والتاريخ يثبت كلامي، وأنا أشكر سيادتك. نعم، شكرا مصطفى السيد من مصر. كان معنا مخلد من بغداد، تفضل مخلد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحيي قناتكم الكريمة، قناة الرافدين التي تنقل صوت الحق. نعم. رسالتنا نوجهها إلى جميع المحافظات، نحن ثوار تحت التحرير، نؤكد على سلميتنا ونقول لكم إن مظاهرات يوم الأحد تعتبر مظاهرات حتم الأمور. نعم. لأن التسويف والمماطلة وقتل شهدائنا، اليوم استشهدوا 2 وليس 1، أمانة الله ورسوله اليوم استشهدوا 2 دارنا
استاذ. الو. نعم مخلد معك. اليوم استشهدوا، اليوم استشهدوا اثنين وليس واحد، امانه الله ورسوله. نعم. وسيد مقتدى هو اللي جاي يقتل بينا. سيد مقتدى من قال جرت اذن ومدري شنو، لا هذا كذاب، واحد نصاب واحد حياد. رسالتنا الى سيد مقتدى هاي اول شيء، وثاني شيء الى الاحزاب، اطلعوا قبل يوم الاحد، لان يوم الاحد ليس لكم مفر. نعم. ارجو من قناتكم رسالات. نعم. تمام. مشكورين ورحمة الله والديك. والديك يعني مخلد، أنا أشكرك. مخلد من بغداد كان معنا. طبعا نظم كذلك متظاهرو بغداد وسط حي الكرادة وقفة تضامنية مع عائلة الشهيد ريمون وجميع شهداء ثورة تشرين، وردد المتظاهرون هتافات تؤكد مواصلتهم بالتظاهر السلمي إكراما لدماء شهداء الثورة، وأخرى تندد بالقمع الحكومي المستمر بحق متظاهري ثورة تشرين. اليوم كذلك يعني مع الأسف استشهد الناشط المدني عبد العظيم السوادي طعنا بالسكاكين أمام منزله في محافظة القادسية. أوضحت مصادر صحفية بأن الناشط المدني والتربوي عبد العظيم السوادي تعرض للطعن بالسكاكين على يد ميليشيات مسلحة أمام منزله في قضاء غماس غربي مدينة الديوانية، وتواصل القوات الحكومية وميليشيات الأحزاب جرائمها بقتل واختطاف المتظاهرين السلميين والناشطين في محاولة لإنهاء تظاهرات ثورة تشرين. معنا اتصال. عبد الملك من الجزائر، تفضل عبد الملك. عبد الملك انقطع الاتصال مع عبد الملك من الجزائر. كذلك قتل شيخ عشيرة آل حميد وزوجته طعنا بالسكاكين داخل بيتهم شمالي محافظة ذي قار. وقالت مصادر في محافظة ذي قار بأن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شيخ عشائر آل حميد عبد الصاحب سعدون الياسين مع زوجته داخل منزلهما بقضاء قلعة السكر شمالي محافظة ذي قار، فيما بدت على الجثتين آثار طعن بالسكاكين. كما وأفادت مصادر أمنية بأن أربعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بإطلاق نار عرضي أثناء تشييع جثماني الشيخ وزوجته في محافظة ذي قار. نجي على الشق السياسي ويعني الحديث عن تشكيل الحكومة. طبعا قبل قليل تم تأجيل جلسة البرلمان من يوم غد السبت إلى يوم الأحد للتصويت أو محاولة منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي المرفوضة من قبل الشارع العراقي، حيث كشف عضو الوفد الكردي المفاوض في بغداد جاسم الجاف بأن الفرصة لا تزال قائمة أمام الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمرير الحكومة المقبلة. أضاف بأن المفاوضات التي تجريها الكتل الكردية مع محمد علاوي لا تزال مستمرة حتى بعد إعلان تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم غد السبت. من جهته أكد النائب عن حركة إرادة حسين عرب بأن من الصعب التوصل إلى اتفاق لتمرير حكومة علاوي، مشيرا إلى استمرار الخلافات بين القوى السياسية وهو أمر يصعب التوافق على هذه الحكومة. طبعا صراع معروف، صراع سياسي متصاعد وخلافات على توزيع الحقائب الوزارية. سبقت جلسة البرلمان الاستثنائية التي تم تأجيلها إلى يوم غد السبت، ولكن قبل قليل تم تأجيلها إلى يوم الأحد، بجانب طبعا منهاج وزاري لم يختلف عن سابقيه ولا يلبي مطالب الشارع العراقي المنتفض لإنهاء هيمنة الأحزاب الفاسدة على المشهد السياسي. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ اهلا وسهلا. كذلك تحيه الى الثوار ثوره تشرين المجيده. حياك الله يا صراحه بس علق على كلمه بدك يعني اعتقد قالوها هم مو حضرتك قلتها، هو الصراع السياسي. هو استاذ الكريم ماكو صراع سياسي. يعني هم هذول اشخاص يعني يمتهنون السياسه. وانما صراع مناصب، صراع توزيع الحقائب، صراع توزيع السلطه، صراع نهب الدولة. طبعا هم يعني يبدون يعني هم يبدون حكومة، هذه ماكو حكومة انتقالية بالدستور اللي أساسا هو ماكو دستور.
بس انه نمشي وياهم نمشي على الدستور اللي هم حاطين، ماكو حكومه انتقاليه. كذلك البرلمان لو يريد يحل نفسه كان حل نفسه واعلن انتخابات جديده بزمن يعني عازي عبد المهدي يعني. نعم. اما توفيق الله شنو راح يسوي؟ يعني المفوضيه العامه للانتخابات ما راح تسوي شيء، لان هي اساسا تقول احنا مجاهزين. القانون اساسا مجاهز، اذا هي هذه حكومه يعني حكومه وقتيه تمشي او حكومه تكميليه. هذه حكومه تكميليه. الاستوار يعني هم علاوي يترشح وتنصب بدون لا يرجعون عسكريا. نعم. الاستوار شلون ايش راح يسوون؟ يعني يروحون المنطقه الخضراء. هم حصهم، لان يقول احنا ما دا حد يسمع، لازم نوصل حكينا. لكن هل اكو احد يسمع له لا؟ ما في احد يسمع استاذ الكريم. زين احنا الشعب العراقي ضحى وايد. فيعني احنا نتمنى انه كل مسيره كل يعني كل حركه من عندهم تاثر. لكن هل تاثر هذه ناس يا اخي يعني ما همها العراق ما همها شعب. يعني من يروحون يعني هذولاكم اللي الان جاي يتصارعون يتصارعون على شنو؟ يتصارعون على خدمه بلد؟ لا ما يتصارعون على خدمه البلد. يتصارعون على انه الان يحصي اريده. الحلبوسي من اجل شو اسمه من اجل الجلسه مو اجل انه ما راضي على الوزراء لا لان اكو مقتدى فارض عليهم قال هذه حكومه علاوي تمشي غصبا عليكم. الاكراد نفس الشيء. نعم. هم ما يردون شيء يمرق عليهم غصب، لكن الثواب نتمنى اول شيء لهم السلامه، لان اللي مقابلهم ناس ما تعترف لا بالقانون البشري ولا قانون الدنيا ولا قانون الاخره. هذول ما عندهم يعني يعني ماكو شيء يسمحهم عن قتل. هم قتلوا 800 شهيد 25000 مصاب 8000 معوض ما حد ردهم هذول. لكن احنا نقول ربي معاكم الله يوفقكم ماكو شيء الا بس ندعي لكم لا اكثر ولا اقل. واللي راح نسويه اتمنى انه اتمنى الامم المتحده يعني تفتح عيونها وتشوف امريكا اللي جابتهم ان تخلصنا من عندهم بريطانيا المانيا اللي يعني من ينتقدون وينندد وغير هذا ما تفيد. نعم. ما تفيد التنديد ما يفيد اليوم اذا ما حد حرك ووقف هذول المجرمين هذول هذول يعني قتله هذول لازم يحاكمون بجرائم جرائم الحرب. يعني اللي اذا كانوا هم يعيبون على صدام هم سووا الاسوء من صدام. نعم ابو علي. لذلك ندعو بس السلامه يعني نتمنى الله يوفقهم ان شاء الله. نعم. ونقول بلشت انه حركه ان شاء الله الحركه هذه على الاقل توعي اللي بحد فيهم لحد الان فيهم وايد. شكرا شكرا لك ابو علي من واسط كان معنا. علاء من بغداد تفضل. علاء يا اهلا وسهلا بخلاف الضرائب الرافدين. اهلا وسهلا بك اخي استاذ محمد. بالنسبه للدستور هاي كلها جتي على عباره عن مكذوبه. الامريكان جو بالدستور ومحاصصه وحصانه انطوهم هاي الامتيازات وتدمير وسرقة أموال العراق وإلى آخره. هاي كلها أساس الدستور هو الدستور هذا إجا باللوس أنجلوس. لا يطلع المطلق يقول أنا كتبته يطلع الله ويقول أنا كتبته كلها كذب. يحلقون هذول مجموعة عصابة قتلة سفاحين حرامية تلمذوا وتربوا على الحليب الأحمر هنا بالخارج وجابوه انتقموا من العراق وذبحوا العراقيين. نعم. اما انه الاعلام ما ينور المجتمع اللي موجود لانه لازم يعرف الحقيقه من محمد علاوي. محمد علاوي رجل وضع الحليب الاحمر بالخارج علاوي غير المالكي كل هاي الطبقه السياسيه هاي مدانه بدم الشعب العراقي. يجب ان ينال عليهم القانون جميعا لانه ذولا ذبحوا البلد على مدى 17 عام هم يقتلون بالشعب العراقي. وهاي الثوره مو وليده اليوم 1/10 هاي من يوم 25 ب 25 شباط 2011 عندما قامت الثوره وسكتها مقتدى الصدر بكتها من قال انطل المالكي 100 يوم. كان ذاك يوم عظيم كان دخول الخضراء ولكن سحب البساط من جوا المتظاهرين وظلينا الى انه ما تعشعشه وتمركزه وشو. امريكا حما امريكا ما تريد الوضع انه يستقر بالعراق لا تريد الوضع يبقى متهزم وذولا متسلطين على الشعب. ولكن امريكا ظلت هسه امام طريقين
فريق الشعب العراقي، لانه شافوا الشعب العراقي كله توحد. حتى ولو انه نعتب على الغربيه ونعتب، لا هذول معانا هم، ولكن انه هذول هم يضبون انا يجعلون داعش والى اخره. فباقين يدعمونا من قلبا وقالبا الناس. فحتى الكراد، ترى الكراد يحبون، ما يحبون ينفصلون من العراق. اعطيك معلومه، الكراد وعرف الشعب الكردي وذول اللي يحكمون الكراد هم يحكمون بالحديد والنار، ابشع من صدام يحكمهم. ولهذا لا يريدون ملا مصطفى البرزاني ولا ولد ابنه ولا اولاده احفاد مصطفى، ما يريدوهم، ولكن بالقوه متمركزين عليهم. ولهذا نبعت هاي الاحزاب وقد خلخلتهم، هم يريدون يرجعون الى حضنهم العربي كعراقيين يعيشون بهذا البلد. بس المشكله وين؟ المشكله الطبقه السياسيه يا استاذ محمد، راح اوصفها وصف دقيق. هذول كالاغصان المتشابكه لا تحرق بعضها البعض، يعني ذولا لو يحترقون كلهم لو يحرقونها واحده من عندهم. هذا خذ كلام من عندي واخر كلام بالعالمين، لو يحرقونه لو نحرقهم ما فيها مجال، لانه ذولا كلهم مشتركين. ذولا فيلم الرساله، فيلم الرساله في ابو جعل وابو لعب وابو زدم وابن سلول. ابن سلول من هو؟ يا علاوي اشتغل ويا ذولا ويا ذولا ويا ذولا، والحديقه الخلفيه لايران، وعمد علاوي كان اللومي ايران يشتغل. لا لا لا، خلي ابين لك، خلي يسمعني الشعب، خلي يسمعني حقيقه حقائق. انا ترى ما بشتغل وياهم اعرفهم. نعم نعم علاء. نعم كملت علاء؟ انا اشكرك علاء من بغداد كان معنا. نقرأ رسالتين على الواتساب. أم عباس من كربلاء تقول تحية لقناتكم، ربي يحفظكم يحفظ العراق من كل شر. ورسالة من أم جعفر من النجف تقول السلام عليكم، تقول شفت اليوم من خلال قناتكم متظاهرين في ساحة التحرير يناشدون أهالي بغداد بدعمهم. أقول لي شنو يعني؟ هل أهل بغداد معتازين ما يقدمون مساعدات لهاي الناس اللي طالع الدافع عن الوطن وعن حقوق المظلومين؟ تقول ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. ورسالة أخرى من حيدر الناصري من قضاء الفود في الناصرية يقول تحية حب واحترام لقناة الرافدين، يقول أطالب أخوتي الثوار بالمطالبة بالمتظاهرين المخطوفين والمعتقلين الذين يعانون الأمرين من تعذيب جسدي ونفسي، لا تنسونهم والله قلبي يتقطع عليهم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.